السلام عليكم الإخوان والأخوات. في هذا الفيديو غادي نهضروا لكم على واحد الخدمة غادي نوليو نقدموها لكم، وهي خدمة الاستشارات. بزاف ديال الناس كيبغيو استشارة، كيكون عندهم مشاكل في السيارات ديالهم، شي مشكل ما لقاش ليه الحل، أو شي معلومات على شي سيارة باغي يشريها وما عارفهمش، هي ما يقلب ما لقاهمش، كيدخل عندنا الواتساب ما كيكونش عندنا الوقت ما كنجاوبوش، وبزاف ديال الناس كيبقى فيهم الحال. فلهذا قررنا نديروا لكم هاد الخدمه هذه، وغادي تكون بواحد المقابل واحد الثمن اللي هو رمزي. هاد الخدمه هذه كنقدموها لك ب 50 درهم، المده الزمنيه 15 دقيقه. اما التوقيت ديال العمل بالنسبه للاستشارات من الساعه 10 ديال الصباح حتى الساعه 4 ديال العشية. الطريقة ديال الدفع غنخليو لكم المعلومات ديالنا هنا. عندنا الحساب البنكي ديال السياش، الريب ديالو غادي تلقاوه في الشاشة، وإلا كان عندك نفس الحساب غادي تلقى الرقم ديال الحساب حتى هو ديال السياش. وعندنا حساب آخر اللي هو ديال البريد بنك، غتلقى الريب ديالو، وإلا كان عندك تنتهي نفس الحساب ديال البريد بنك غادي تلقى الرقم ديال الحساب. كتصيفط لينا هذيك 50 درهم وكتسكريني بانك صيفطتيها، كتبعت لينا هذيك الصوره وكنعرفوك بان صيفطتي لينا الامانه، كنجاوبوك على جميع الاسئله ديالك. ولا بغا والناس اللي بغاو المعلومه مجانيه راه كننزلوا معلومات اللي هي مجانيه على اليوتيوب. وصلنا لنهاية الفيديو، بارطاجيو المعلومة مع الناس اللي ما عارفينش، والله يعاونكم حتى شي فيديو جاي ان شاء الله.